هذا النوع الرائع من القطع التي يتم استخدامها في عمليات البناء، وخصوصا عمليات وضع الخرسانة الأرضية أو ما تسمى القواعد. هنا يتم جلب هذه القطع من الفوم، والتي يبلغ سعر الواحدة 21 دولار، ويتم لفها لإنشاء القواعد، وبعد ذلك يتم تمديد القطع الحديدية بها، ومن ثم يتم صب الإسمنت، وبهذا نحصل على مكان مميز يمكن فكه لاحقا بعد عملية إنزال الخرسانة أو الإسمنت فيه. لنتابع كيف يتم التركيب وكيف يتم العمل. نقدم لكم هنا أحد الابتكارات للشركات المحلية في إيطاليا، والتي يعطينا هذا البلاط البورسلان الجميل والحجري، والذي يمكن تبليطه بساحات المنزل أو حتى تبليطه في المنازل، وهو بسمك 0.8، وهو قوي للغاية إذ يتحمل أكثر من 200 رطل من الحمولة، بالإضافة إلى أنه مقاوم للحريق وغير قابل للانزلاق وغير مسبب للحساسية، ويسهل الحفاظ على الأرضيات. والحد الأقصى لحجم البلاطة هو 47.47 بوصة، فهي ليست مناسبة للمشاريع واسعة النطاق. ويمكنكم أن تشاهدوا روعة هذا البورسلان المميز وطريقة تبليطه كيف تكون. عادة ما تكون عمليات تبليط المنزل عمليات معقدة نسبيا، لكن مع ابتكار مميز يجعلك تقوم بدفن ما تريد أسفل الأرضية كأنابيب التمديد وأيضا حافظات الرطوبة، فبإمكانكم أن تشاهدوا هذا الابتكار الرائع، والذي من خلاله يمكن تمديد الشبكات ووضع هذه المادة عليه، وبعد ذلك يتم تسوية الأرضية حتى يتم إزالة جميع الفراغات وأيضا إزالة الفقاعات المائية. فلنتابع هنا كيف يتم العمل، إذ يختلف سمك الأرضية من 0.4 إلى 1.6 بوصة، فبإمكانكم أن تشاهدوا هنا العمل الرائع وكيف يتم من خلال عملية تبليط هذا النوع من الراتنج أو البلاط الذي يشبه القطع الخشبية، وهو مصنوع من الألمنيوم. لنشاهد العمل الرائع كيف يتم. يمكنكم أن تتابعوا هنا معنا، حتى أن الأشخاص في البلدان الغنية عليهم القلق بشأن توفير الطاقة، ويرى الكثيرون أن الطريق للخروج في مصادر الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، إذ تم تصميم الجذع بدقة للألواح الشمسية التي تسمح لك بتثبيتها بسرعة وكفاءة ودون إحداث أي ثقوب بالسقف. وهذه تشبه إلى حد ما عملية الطهي، فأولا نقوم بوضع المادة اللاصقة من الفوم، ثم توضع الحوامل على الأعلى، وتحتاج إلى يومين حتى يتم تثبيتها، فيمكنكم أن تتابعوا كيف تتم العملية. بحلول عام 2030 تخطط اليونسكو لتدريب جميع سكان الساحل على كيفية التصرف في حالة حدوث تسونامي، وهناك سبب للقلق بنسبة 65% من المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2.5 مليون شخص يقفون على سواحل البحار والمحيطات. لذا فإن هذه الكتل الخرسانية المصنوعة خصيصا لهذا الأمر ستكون كاسرة للأمواج، سواء الكبيرة أو الصغيرة. يمكنكم أن تتابعوا كيف يتم إضافتها هنا حتى تصبح مانعة لدخول الأمواج وما شابه. لنتابع عملية صفها. يمكن استخدام كتل البولي بوريثين هذه إذا كنت ترغب في حل مشكلة السلامة مع الحرائق، فتحتاج إلى سقف مؤقت ودائم الاختراقات، وتخرج الكابلات منه بسهولة،
فيمكن وضع وتثبيت هذه القطع التي ترونها أمامكم في الغرفة الخاصة للاستخدام، وبينما يكون التثبيت ممكنا حتى في أقسام الحوائط الجافة، فهنا عند تثبيت هذه القطع ووضعها بهذا الشكل يمكن إغلاقها بسهولة عن طريق وضع نوع من الفوم أو المادة، والتي بالطبع ستمنع التسرب بشكل مثالي إذ تنتفخ بسهولة ويسر. هذا ما يسمى بالعشب القابل للقيادة، نوع من المساحات تقريبا في مناطق الحدائق والاستجمام يمكن وضعها كعملية تبليط جميلة ومثالية، وهي عبارة عن حديقة مطورة قامت شركة أمريكية بدمجها مع كتل خرسانية وتبيعها لأي شخص يريدها بمقابل $1,000، ويمكن تغطية 240 قدم مربع، فشبكة البوليمر المزودة مملوءة بالخرسانة وتوضع على المنطقة المرغوبة، فبإمكانكم أن تتابعوا شكلها الجميل والمميز. إنها ابتكار رائع وإبداعي ويعطي جمالية كبيرة للحدائق وأيضا لمواقف السيارات. الابتكار التالي معنا هي لوحات من الولايات المتحدة ساعدت في الحفاظ على الاسكريم متجمدا في ميامي والحفاظ على درجة حرارة مريحة، ومشاريع إسكان ميسورة التكلفة حول العالم، وحتى أنقذت مناجم الذهب من التجمد داخل أماكن معيشتهم فوق الدائرة القطبية الشمالية. لا توجد أسرار معينة للتصميم، حيث تمتلئ القشرة المعدنية بالسيتروفوم أو الصوف المعدني وترقيتها وفقا لرغبات العميل. فعلى سبيل المثال أنت يمكن أن تضيف طبقة واقية خاصة تتحمل بشكل أفضل الغسيل المتكرر وكذلك اللون، ويصل سمك الطبقة الداخلية إلى 10 بوصات من ستايرفوم وما يصل إلى 4 بوصات من الصوف المعدني. بالطبع تتوفر مجموعة من الملحقات والمثبتات لهذا العمل حتى يتم إنشاء المنزل بشكل كامل. لنتابع. هذه الكتل الزجاجية ستعيد العديد من الأشخاص إلى طفولتهم وستكون في متناول الأيدي، خاصة لتزيين الغرف، فالتركيب بسيط جدا لدرجة أنه حتى الأطفال يمكنهم القيام بذلك. ميزة إضافية لهذه القطع وهي عزل الصوت، ويؤكد بائعها أنك لن تقلق بشأن البقع والخدوش في الحمام أو غرفة النوم، فهذه الكتل ستناسب أي مكان وستضيف ألوانا زاهية وجميلة إلى ديكور منزلك المألوف، وهي أيضا قابلة لإعادة التدوير بنسبة 100%، وأيضا يمكن فكها بسهولة وأمان. كاندا دوكس هي شركة تقدم مجموعة الإرساء الوحيدة المصنوعة من الألمنيوم، وهي مصنوعة مما يسمى بالألمنيوم ذي الدرجة البحرية المناسبة لكل من المياه العذبة والمالحة، وتطفو في أقسام ثابتة يمكن استكمالها بسهولة بملحقات مثل حوامل الإضاءة والمنصات الصغيرة، وإذا كنت ترغب في ذلك يمكن دمجها مثل مجموعات كبيرة حتى تتمكن من شراء أقسام مختلفة وتجميع رصيف منطقة ترفيهية من القطع العائمة على الأرض. إنها تعطيك جوا مثالي ورائع للغاية. لنتابع. ولا نترككم مع بعض التقنيات المذهلة للبناء والتي لا تصدق، وبالطبع لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وممتع لدينا.